يا أخي المسلم، إليك هذه النصيحة الغالية. أين معجزة عيسى حتى تكون نصرانيا؟ لا وجود لها. ما الذي يثبت أن عيسى كان رسولا؟ لا شيء، لولا هذا القرآن. أين معجزة موسى حتى تكون يهوديا؟ لا شيء. أما معجزتك كمسلم فهي باقية، لم يكل الله حفظها إلى الناس، وإنما وكلها إليه نفسه، عندما قال جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألم أقل لكم لو لم يبقى في الدنيا رجل مسلم إلا أنا لكنت مسلما وما تحولت عن هذا الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
السابع يا للدرع يا للدرع اضرب باسم اليوم السابع اضرب باسم اليوم السابع شعب المصري يا ابن النيل احنا طعنا مؤمنين شعب النصري يا ابن النيل شعب